كابتن رمضان لاعب لازم نقف عنده وحابب اعرف من حضرتك تقييمه الفتره اللي فاتت، محمد الشناوي. الحارس اللي بنشوفه مع المنتخب بالثبات ده في كل المواقف، وبنشوفه مع النادي الاهلي فعلا بيصنع الفارق. شايف شخصيه محمد الشناوي ازاي كقائد، وتقييمك لمحمد الشناوي، هل فعلا بقيت حاسس ان النادي الاهلي بقى عنده الحارس اللي يمكن من بعد عصام الحضري ما كناش حاسينها بالثقه دي؟ طب انا هقول لك حاجه، مش النادي الاهلي بس، منتخب مصر كمان. احنا حسينا دلوقتي ان في حارس قوي جدا جدا جدا، يعني كمان بيقرب الحقيقه من عصام الحضري الحقيقه بثباته والثبات الانفعالي والحاجات اللي هي بتعمل، الحقيقه في حاجات بتعمل فيها جوه الستة ياردة، الحاجات القريبه جدا، رد الفعل كمان بقى عالي جدا جدا جدا. محمد الشناوي قائد، ويعني من افضل حراس مرمى افريقيا الحقيقه، يعني انا في رايي بيتساوى مع ماندي تشيلسي الحقيقه بشكل كبير جدا جدا جدا، وفي مباريات كتيره جدا بحس كمان ان هو اعلى. فلا، محمد الشناوي كابتن فرقه وقائد، وبس احنا بنقول له ان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله يكرمه ويسهله ان شاء الله باذن الله ان هو يحافظ على المستوى ده ويزود بقى كمان. صحيح، ان شاء الله باذن الله. يعني الشناوي طبعا ربنا يحفظه، عامل ادوار اكتر من رائعه على مستوى المحلي والدولي طبعا.